أهلا بكم مشاهدينا في برنامج بوليتيك. نستضيف اليوم رئيس حزب جيل جديد الذي تم مؤخرا تجديد الثقة فيه للمرة الثانية على التوالي وإعادة انتخابه على رأس الحزب. اليوم عائلة بوليتيك تفتح النقاش مع السيد جلالي سفيان للحديث معه على الوضع السياسي الاقتصادي الاجتماعي وحتى الإقليمي و الدولي. دعوني في البداية أرحب بسيد جلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد. مرحبا بك سيد جلالي سفيان. شكرا. متشكرين لك تلبية دعوة برنامج بوليتيك. شكرا. بارك الله فيك. مساء الخير للجميع. مرحبا بك سيد. شكرا. جلالي سفيان. سيرافقنا أيضا دائما سعيد إرزي. مرحبا بك. وأيضا علي بوخلاف وعبد الوهاب جاكول. مساء الخير. مرحبا بكم. قبل أن نبدأ النقاش مع السيد جلالي سفيان، نتركك تعلق على أن الجزائر هذه الأيام تنظم ألعاب البحر الأبيض المتوسط. نظمت حفل افتتاحي، من تابعوه قالوا نعم. بأنه كان مبهرا. ما رأي السيد جلالي سفيان وهل نعم. تابعت أيضا الحفل؟ نعم صحيح. في الحقيقة يعني كان يوم المؤتمر يوم افتتاح الألعاب البحر المتوسط، ولكن يعني بطبيعة الحال أنا شفت صور وتابعت يعني ردود الفعل العديد من المواطنين الجزائريين وكذلك حتى عدد كبير من الرياضيين الأجانب، والكل متفق على أنها كانت يعني افتتاحية رائعة وأعاد يعني نوع من الفخر عند الجزائري، لأن هذه مدة طويلة وإحنا دائما نسمع إلى الأشياء السلبية والإخفاقات إلى آخره، اللي إن شاء الله بداية هذه تاع النجاحات والعمل البناء، لأن باش تقوم بعمل كما هذا هنالك يعني طاقة وجهد وعمل وناس سهرت، ربما احنا من البعيد كي نشوف هكذا نفرح. القاعات مملوءة ولا كاين يعني في الملعب العدد كبير جدا من الناس، ربما نشوفه سهل ولكن الأشياء اللي شفناها تطلب ساعات وساعات وأيام عمل وأسابيع، وهذا هو الشيء الإيجابي والرسالة هي أنه حان الوقت الآن للجزائر أن تبدأ تبني المستقبل، والبنيان هذا يأتي بالعمل ماهوش إلا بالكلام والانتقاد ومحاولة ضرب الصورة تاع البلاد، بالعكس لازم ندافعوا على بلادنا وعلى الصورة تاعها والمكانة تاعها. والجزائر بالأمس حققت العديد من الميداليات الذهبية، تقريبا 5 ميداليات ذهبية ما شاء الله، أغلبها في لعبة الكاراتي، واليوم أيضا فيه ميداليات مزيج بين الذهبية والبرونزية وحتى أعتقد الذهبية إذا كان لم أتابع بالضبط يعني. المهم نتمنى أن يكون فيه حصاد العديد من الميداليات خاصة الذهبية ولما لا. سيد جلالي سفيان، أنتم على رأس حزب جيل جديد للمرة الثانية على التوالي، نبارك لكم العهدة الثانية. هل كان لابد منها عهدة ثانية يعني؟ وماذا لم يحققه سيد جلالي سفيان حتى تم إعادة انتخابه من جديد؟ نعم والله في الحقيقة يعني لازم المواطن العادي وأكثر من ذلك يعني المتتبعين يفهموا أنه عندما تنشأ حزب على أساس فكرة لازم شوية وقت باش تتبلور هذيك الفكرة وباش تبدأ تحضر الموارد البشرية، يعني من كوادر من رجال ونساء اللي رايحين يمارسوا السياسة. وحنا درنا اختيار، ما بنيناش الحزب على أساس الشبكات اللي كانت سابقا في هياكل أخرى في أحزاب أخرى في منظمات، بدينا يعني تقريبا من الصفر، وهذا كان اختيار لأن عدد كبير من المناضلين الآن ويعني قياديين في الحزب هما كانوا عندها 10 سنين، كان عندهم ربما 25 سنة والبعض منهم أقل. اليوم 10 سنين بعد دخلنا في مرحلة وين نبدأ ننتشر بالهياكل عبر الوطن. هنالك أولا مشروع مجتمع واضح مكتوب وكل قارئ قادر يعني يوصل له. هنالك برنامج حكومي يعني مع اقتراحات دقيقة وواضحة في كل ما يدير، في الاقتصاد، في الشؤون الاجتماعية، في الجامعات، في التربية إلى آخره، هذا وصلنا له. هنالك يعني كتابات، الكل يعرف يعني الخطابات لمؤسسة على فكرة، موش خطاب فقط ليتبع
الأحداث ويحاول أن يعطي رأيه في يعني حدث اللي صرا، ولكن رؤية شاملة. الآن لازم ندخل في مرحلة وين نوسع الرسالة ونوصلها للمجتمع ونبني مع بعض تيار فكري اللي عنده الهوية تاعه. وإحنا الفكرة الأساسية ونخدم بها أنه بنينا مشروع مجتمع على أساس أنه المجتمع الجزائري كان عايش في المجتمع التقليدي، ثم بدأ يخرج من المجتمع التقليدي باش يروح حسب رأي يعني المسيرين باش نروحوا إلى حداثة. المشكل وين حدث؟ هو أنه الحداثة هذه لم تعرف، ما عرفناش وش من الحداثة. هل الحداثة واحدة؟ كيف تعرفها؟ هذا هو الإشكال. يعني ولا الحداثة نشوفوها كحداثة في الغرب، هذه ما تعنيناش احنا مباشرة، لأن في الحداثة هنالك قيم ومبادئ ومعتقدات. هل الحداثة تتبنى إلا بقيم اللي رانا نشوفوها ويقولوا كونية يعني يونيفرسال، وإلا هنالك حداثة ممكنة للمجتمع نتاعنا؟ ونظنوا احنا أنه نقدر نبني حداثة بالقيم الأصيلة تاع الجزائري، وهو الإنسان اللي عايش في شمال إفريقيا وعنده يعني الطبع نتاعه وعنده خصوصياته، فعلينا أن نبني هذه الحداثة. ما قام به اليابانيون والصينيون مثلا تماما مع المحافظة على تقاليدهم وعلى ما يعني معيشتهم. الحداثة هي أنه تقنيا حداثية، لكن فوالا الآن لازم نمارس التكنولوجيا، لازم حتى في القيم بعض الأشياء اللي تخصنا، مثلا قيمة العمل ماهيش موجودة في المجتمع، قيمة يعني خلق الثروة، قيمة المسؤولية، عدد كبير هادو ما ناقصين. عندنا بعض القيم أخرى اللي حقيقة موجودة وجيدة ولازم ندعمها، مثل التضامن داخل المجتمع، مثل ما راناش يعني مجتمع اللي مادي فقط، لأن الآن في الغرب وإلا ما عندكش المادة ما تقدرش، ما عندكش وجود، الوجود تاعك مربوط إلا بالمستوى الاجتماعي تاعك. هذا باش ما ندخلوش في الطبقات إلى آخره، فالأمور معقدة لازم نتكلموا فيها مطولا. فعلا فعلا ربما الخطاب السائد يعني نعم. السائد، وربما توجد أحزاب هي اللي تعمله، كان اللي يستثمر التاريخ، كان يستثمر الدين، كان يستثمر مثلا قضية الهوية. نعم. ربما هذه الأفكار هي اللي ما زالت سائدة في المجتمع. ومثلا حزب كما الجديد يجيب بفكر جديد. هل هذه تمثل صعوبة بالنسبة للعمل نتاعك التعبوي والتجليدي؟ والحصول يعني كذلك نعم. حتى على بعض المراتب مثلا في الانتخابات معينة. نعم نعم صحيح، رحت لب الموضوع لأن باش نفهم. عندما الناس تسمع خطاب جيل جديد ولا يقرأ، وإحنا يعني نكتبه وننشره، يقول لك ربما الخطاب نتاعكم نخباوي نوعا ما، وما راهش خطاب ليمس الجمهور. ولكن في الواقع أنا مثلا نخرج نمشي وحدي يعني في الشارع نتلاقى مع الناس، نشوف أنه المواطن البسيط يفهم جيدا بعض الأفكار. فوين هو الخلل؟ الخلل لازم نعود نرجع في السياق العام. المجتمع التقليدي نتاعنا تصدم بالحداثة الغربية، يا أن شوك. وأنا قدرت كتاب مسميه لو شوك دو لا مودرنيتي، كريز دي فالور اي دي كرويونس، يعني لماذا هذه الازمه تاع يعني القيم والمعتقدات. لان الحداثه كي دخلت في المجتمع نتاعنا غيرت العلاقات ما بين الناس، وهذا كذلك ربما شويه صعب لازم ندخلوا فيه. الناس ربما كانت برك في بعض النقاط السوديه السوداء في ما يسمى بالحضاره الغربيه، وبالتالي فيها هذا هو هذا خلى المجتمع نتاعنا كانه يصبح في بدون استقرار، المرجعيه الفكريه نتاعو اصبحت هشة، ولا ما يعرفش واش يدير. الفرد الجزائري في بعض الأحيان عنده مشكل ما يعرفش كيفاش يعالجه. نديروا يعني مثل هكذا باش الإخوان اليوم يتبعوا، باش ما يقولكش راكم تهضروا في العموميات فقط. مثلا في نعاودوا نرجعوا 30 سنة من قبل،
الأب تجي البنت تاعو تنجح في البكالوريا تقول له أنا نروح للجامعة، ها يصبح في مشكل، لأن المحيط تاعو العائلة وكلش محافظ يقول له ما تقدرش تخلي البنت تروح للجامعة، لأن في الجامعة هنالك يعني مزج كاين رجال نساء وكل ما تقدرش تخليها. والطفلة هي تقول له أنا قريت لازم ننجح في الحياة تاعي، تنجم تكون عندي حرية اقتصادية إلى آخره باش نضمن الحياة تاعي. هاو يصبح هو في مشكل ما بين التقليد والحداثة. ولكن بعض الأحيان، ولكن لم تعرف لنا أستاذ جليس نعم الحداثة، دعنا نفكك هذا المصطلح. نعم بالنسبة لك أنت كيف ترى؟ شوف الحداثة وش صار في المجتمع الغربي مادام هما اللي كانوا يعني في الحداثة اللي احنا رانا نشوفوا فيها. من التضامن الجماعي راحوا للفرد، هنا راحوا للانديفيدواليزم، ومن التضامن الاجتماعي راحوا الى كما كنا قبيلات قبيله كلش الميزان تاعو بالماده، انت شعلت سوا شعلت تربح، ولا تربح بزاف عندك قيمه. دونك الانديفيدواليزم لو ماتيرياليزم هذا ايضا في السياق نعم الفردي فقط و بيسير. خرجوا المجتمعات من البعد الروحاني الى البعد المادي والداوى الى البعد. حتى نذهب معك الى التفصيل الاخر، هل انت مع علمنه ربما الدوله يعني فصل الدين على الدوله بتاتا؟ في الممارسه السياسيه واضح انه ما عندناش الحق ندخل المعتقدات كمشروع حزبي. نعم نتكلموا مباشرة باش نستغل الدين في السياسة، هذا غلط وهذا يرجع بالعكس ضد حتى المعتقد. أما أن تخرج البعد الروحاني والديني من المجتمع هذا خطأ، هذا خطأ، لأن مجتمع يقعد مستقر عندما عنده معتقدات لتفوق النفس تاعو، لان لو كان تكون للجميع وليس لحزب واحد للجميع ما يتحكم فيه حتى واحد، وما عنديش الحق انا نقول له صوت عليا انا نديك الجنه وانت يا لو كان صوتوا عليك تروح للنار. هذا غلط. دكتور الكل يجمع، وانا شاهد، انا حضرت يعني افتتاح الرسمي لمؤتمركم السبت الفارط، يعني دكتور جلالي صوفيان كان ضيوف نتاعو يمثلوا كل الاطياف السياسيه، التيار الاسلامي، التيار الوطني، حتى التيار اليساري والتيار الجمهوري والديمقراطي، في حضور لشخصيات وطنية، رؤساء أحزاب، ممثلين لأحزاب، صحفيين عندهم حتى توجهات فكرية وسياسية ومدارس. الآن أريد أن يعرف المشاهد الكريم حزب جيل جديد أين يتموقع، في أي تيار يتموقع؟ شكرا. ولا يرجع حتى الملاحظة تاع سي جاكون، عندما المجتمع تاعك يضيع الاستقرار تاعو يرجع الفرد يبحث على الأمان. وين يصيب الأمان؟ يصيبه إما في البعد الديني، إما في البعد الهوياتي، إما في البعد المادي. هذا إشكال نعيشه. الواحد يولي يأمن إلا بالدراهم وحاجة أخرى ما يأمنش، ولا واحد يولي يعني يحب يطبق الدين إلى آخر نقطة. ولا الآخر يعاود يروح إلى الماضي ويقول لك أنا نبحث على الهوية تاعي في الماضي. احنا أولا هذه لازم يكون مفروغ منها. نحن جزائريون قبل كل شيء، كلنا جزائريون في حدود الجزائر، حتى ولا ربما يجي يعني من جنس آخر ويستوطن معنا ويكون عنده الجنسية يصبح جزائري كما احنا الجزائريين. علاش احنا كي الجزائريين يروحوا الى الولايات المتحدة ولا كندا ولا ويخدوا الجنسية ويصبحوا كنديين؟ مواطنين. المواطنة مهمة جدا. هذه تنحي لك إشكالات كبيرة داخل المجتمع. عندما كل جزائري من حقه يمارس يعني الاعتقاد تاعو بدون ما يقسي الآخر. ثم للمشكل موضوعي لازم حل موضوعي. المشكل الجزائري وش هو؟ أنه المستوى الاقتصاد تاعنا ضعيف، أنه ما ننتج، أنه ما كاش استثمار قوي، أنه ما نتحكموش في التكنولوجيا. هادو مشاكل موضوعية، كيفاش نحلوها موضوعيا؟ الشعبوية اللي تقول بلي نحن بلد غني رغم أنه اقتصادي مش صحيح. ما علينا. شوف في الممارسة السياسية وأنا واعي بهذا الشيء، أنه العدد كبير من الناس باش يجلبوا الإخوان التعاطف يمارسوا بعض الشعبوية. أنا من هالأول رفضت هذا الشيء. أنا واش يهمني؟ أنه اليوم نجيبوا حلول، أولا تكون
توافقية. كيفاش توافقية؟ ماشي نتقاسموا الأشياء، بالعكس أنه على أساس الحوار نتبادل الآراء وقنعني ونقنعك ونصيبوا الموقع اللي يفيد الجميع. في الاقتصاد واضح الآن أنه لازم مثلا نحرر المبادرة الاقتصادية، لازم نخليه والناس هذه العلاقة اللي فيها مشكوكة دائما ما بين النجاح والمال والاقتصاد هذه لازم تزول. لينهار بعد موت ماو في 1976 في سبتمبر جاء دنك سياوبينغ. دنك سياوبينغ كان رفيق له من سابق وكان يعني شيوعي، وانتم تعرفوا الشيوعية في الصين كيفاش كان، مركزية القرار ومركزية. واش قال لهم دنك سياوبينغ؟ قال لهم أنا اللي يحب يستغنى مرحبا، وأنا واش يهمني لون القط، ما يهمنيش أنه يصطاد الفأر هذاك باش يهمنيني. احنا لازم لنا اقتصاد قوي. عندما الاقتصاد يبدأ ينتج هذاك الوقت نفتح الملف كيفاش نوزع الثروة هذه. هنا البعد الاجتماعي يدخل عنده دور، باش أنا نخلي شريحة من المجتمع تسقط في الفقر في البؤس ونقول برك أنا اللي قادر على شقاه ينجح واللي مش قادر يموت، هذا لا، هذا غير ممكن. هنا نعود نرجعوا إلى المجتمع التقليدي تاعنا، وين كاين التضامن ما بين كل أفراد المجتمع. لازم الاجتماعي للدولة الجزائرية هذا هو، وهذا واضح منذ يعني تصريح أول نوفمبر، وإحنا الكل نعرف أن الدولة الجزائرية تبنات أولا بأبنائها بالشرائح الضعيفة، باش لازم نخرجوا الجميع من تفضل في خطابك ولا التدخل تاعك التمهيدي تكلمت لازم حان الوقت اننا نبني الجزائر. نعم صح. 30 سنه اضطراب، 30 اضطراب، هل مش حان الوقت ان نهدنوا روحنا شويه؟ نعم. وتكون فيه كما نقول الاخر انتراف بيناتنا هدنا على الاقل باش نروحوا للمستقبل. نعم، لان اليوم عندنا تجربه تاع 30 سنه تاع اضطرابات ما جبت لنا والو. صحيح، ربما حتى ضعف البلاد نتاعنا. لهنا نرجع الى لقائك مع رئيس الجمهوريه، كيف كان هذا اللقاء؟ انا ماشي يعني مفروض انك تعطينا التفاصيل، لان بعض القضايا لا يمكن ان تخرج الى العلن، هذه معروفه. هل ما كانش في هذا الشعور، يعني هذا الشعور تاع رئيس الجمهوريه انه تكون فيه هدنة بيناتنا باش نروحوا إلى المستقبل؟ شوف حقيقة 30 سنة اضطرابات، لأن جات بعد ربما محاولة تجربة من طرف المجتمع الجزائري ككل، ما نجموش نفصله. قال كاين حكم مهما كان، البعض يقولوا هل عسكري هل مش عسكري، ما هذا ما عندوش معنى في التاريخ. في التاريخ أن المجتمع الجزائري 1962 جاب الاستقلال تاعو، كيفاش راح ينظم روحه؟ لازم يكون تنظيم، لازم مراكز سلطة، وربما بالك طرق أخرى كانت تخرج في 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 أحسن ولا أقل، ما نعرفوش. الآن التجربة كلنا عشناها، السلطة عشتها، وأسلاك الأمن عشتها، لأن هذا مهبول يقول يعني المزار في التفكير أنه الدولة واحد الوقت حبت تدير الإرهاب وباش ما نش عارف. هذو الناس خلطوا الإرهاب أو كل المتاعب اللي عشناها، أنه المجتمع نتاعنا ما قدرش يصيب كيفاش يعني القواعد اللي يعيش عليها بطريقة سلمية. بعد 30 سنة وحاولنا كل الأشياء، نظن أنه الكل راه في مناخ اللي قادر يسمع الآخر الآن في 2022 بعد ما عشنا حتى ندخلوا الحراك، لأن مرحلة مهمة في تكوين الوعي الوطني والوعي تاع المجتمع. ما ننساو أي فترة، الحزب الواحد وإلا التسعينيات وإلا واش عشناه في 20 سنة تاع الألفية هذه، الكل يدخل في الخبرة تاع الجزائري. واليوم الجزائري مهما كان فهم بعض الأشياء، أنه أولا ما يقدرش يعيش في أمان ويبني مستقبل وإلا كان في مجتمع مضطرب. ولا راك في مجتمع مخلط وكل واحد منين يجبد ومش متفاهمين على الأساس، تتخرب الأمور. هذا شيء مهم. السلطة اللي ربما في السابق كانت تشوف أنه المجتمع دائما قاصر وتأخذ القرارات في مكانه، أصبح لا، الآن واضح أنه المجتمع
ترقى، الجامعات خرجت ملايين من الشباب اللي عنده مستوى. الآن نخرج من علاقة القوة اللي كانت تفرض نفسها وندخل في عالم تاع علاقة العقل. خلينا نهضروا بالعقل هنا. يعني أنت قلت بأن الجميع تقريبا مستعد للاستماع. نشاهد الآن يعني بين الأحزاب السياسية، أحزاب المعارضة وحتى الموالاة، ما فيش نقاش جدي داخل المعارضة. دعنا نقول نعود إلى 2016 2015 مظافر وغير. الآن غير موجود هذه اللقاءات. لماذا؟ وكأن الأحزاب تراجعت وبقيت تتفرج. ما الذي سيحصل وما الذي سيحصل؟ مع رئيس الجمهورية حتى يعني فكرة جر فكرة يعني. معليش معليش، ولو أنه أجاب يعني أجاب كثيرا على قضية لقاء مع الرئيس. كنا في فترة التدافع، وفي فترة التدافع الناس تأخذ اختيارات على حسب يعني تحليل تحوم ولا. وعشنا حتى في الحراك، وعشنا ما قبل وما بعد الحراك. الآن نظن الظروف ملائمة، ورئيس الجمهورية من خصوصياته الشخصية نفسية أنه يتقبل الحوار ويتكلم مع الآخر ويسمع إلى الانتقادات. هذا هو يعني عندما تكون انتقادات جدية بناءة. وهو إنسان يعني اللي عايش كل الفترات وعنده خلاصة على التجربة تاعه. نظن أنه هو كرئيس الجمهورية، ولكن حولوا كذلك المؤسسات اللي عندها كلمة وعندها تأثير بطبيعة الحال. نظن الكل متفق أنه حان الوقت أن ننتقل إلى مرحلة أخرى، لأن غير ممكن أن الجزائر تقعد كأنه أعداء ولادها أعداء بيناتهم. هذا مش ممكن نبنيه. لازم كيف تكون تفسير مثلا، اسمح لي دكتور، أنه بعض أطراف خاصة في السلطة، في السلطة لأن هي اللي عندها مسؤولية مبلورة مبلورة الحوار، أي حوار، هذا أنها ما زالت تخون كل ما يتفق من لم يتفق معها. هذا من بقايا النظام السابق كذهنيات كثقافة. نظن هنالك الجبهة تغيرت في الموقف تاعها، تبدلت يعني لو فرون بوجي كما يقولوا. درك هنا السلطة كي تقعد هي تقول لك أنايا نقبل نغير بعض الأشياء، وعندما المعارضة تقول لها أنايا نطلب منك تروح وتزولوا وأنا نجي في مكانك بدون ما ننظم الأمور، هذا يصبح تصعب المعادلة. ولكن عندما تكون معارضة واقفة على المبادئ تاعها وعندها برنامج وتقول أنا نقبل الحوار على أساس نشوف واش يخرج كنتيجة إيجابية على البلاد، نظن هذاك الوقت نروح في نفس الطريق. هل ينجح الحوار؟ هل يخفق؟ هذا ممكن، لأن راك في السياسة ما راكش في الرياضيات معادلات تقول هل هناك مؤشرات يعني توحي بأنه الآن أصبح من الضروري المعارضة بمختلف أطيافها السياسية أنها تجلس على طاولة وتتفهم فيما بينتها، ما دام أنه إحنا كمتابعين سياسيين نرى أنه في شخصية رئيس الجمهورية عنده هذه روح المبادرة أنه فتح الحوار مع مختلف سواء المعارضة ولا الموالات. برك عنصر يعني، لأن الأمر موش فقط القضايا الداخلية. اليوم في مخاطر أمنية على الحدود تاعنا. هل هذه الأشياء، هذه الجوانب لم تأخذ عند الأحزاب، لإرساء طريقة أو نظرية أو مقاربة حتى لربما لتقربها من السلطة ولا وتقرب السلطة كذلك منها؟ يعني كل واحد لازم يدير خطوة. واضح أنه من العوامل اللي قلت لي هاي تهيئ في الأجواء باش نقدروا نروحوا إلى مرحلة تاع البناء ما نبقاوش التهديم، هو أنه الحالة جيوسياسية. هذا نقدروا كذلك نتكلموا في هذا الموضوع مهم جدا. ولكن باش نجاوب السي سعيد، المعارضة ما طلبش منها باش هي تتفاهم، لأن الهدف ماهوش باش نديروا حزب واحد، والمعارضة هي أحزاب متعددة والطبع نتاعها هي متنافسة. ولكن نظن أنه الوعي الوطني يخلينا نخرج من الانقسامات لضرب الوحدة الوطنية وضرب المصلحة الوطنية، وخلينا نروح إلى المنافسة الأفكار
ومن بعد عندما نتفق على قواعد اللعبة نروحوا نديروا المنافسة السياسية. عندما متفقين كيفاش القانون الانتخابات وكيفاش توصل للسلطة وكيفاش تقدر يعني تخرج من السلطة إلى آخره والقواعد تصبح واضحة، ومن بعد تخلي الأحزاب تتنافس تقنع. أنا الجميع متفق على ذلك، هذا هو الإشكال رأنا في هذه النقطة. سأعود إلى الإجابة لسؤال علي بوخلاف، ولكن بعد فاصل قصير لو سمحت سيد جلالي سفيان. المشاهدين أرجو أن لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في برنامج بوليتيك. نواصل النقاش دائما مع رئيس حزب جيل جديد سيد سفيان جلالي. كنا نتكلم في الجزء في الدقائق الأخيرة من الجزء الأول على قضية اللقاءات مع أحزاب المعارضة. قلت يعني مش ملزم أننا نؤسس لحزب واحد أو كذا. المستمع للسيد جلالي سفيان يقول بأنه أصبح الآن أكثر براغماتية واقعية عما كان عليه في وقت سابق، دعنا نقول قبل الحراك. هل هذا يوحي لشيء ما عند السيد جلالي سفيان؟ لا، شوف، في الواقع الممارسة السياسية دائما تتكيف مع واقع في البلاد ولا في يعني المؤسسات إلى آخره. احنا كنا في مرحلة ونواضح أنا أتحمل كل مسؤولية ما كنت أفعله وأقوله آنذاك، يعني ما تنزل على أي شيء، لأن راديكالي يعني. قناعتنا أنه النظام كما كان متركب كان حتى من يدي إلى الأزمة، وعشنا هالأزمة. هذا هو الحقيقة، أنه شفنا في 2018 و 2019 العدد الهائل من المسؤولين في السجون، تحلت يعني مشاكل. وكنت نقول آنذاك أنه التخوف تاعي هو أنه في سقوط النظام اللي محالة أن يسقط يجر يعني في سقوطه الدولة، هذاك اللي كنت متخوف منه. وفي 22 فبراير كنا يعني من الأوائل مع المواطنين جنب إلى جنب وساندنا، لأن الفترة هذيك اللي أعطت القوة للوطنيين باش يغيروا الأمور حتى داخل المنظومة. الآن لحقنا لحظة وين الدولة كانت مهددة، ما بقاش برك النظام السياسي. وعندما الدولة تتهدد لأن هنالك رهانات في حولك، كاين عالم، ما راناش في جزيرة يعني معزولون في وسط المحيط، هنا لازم يكون موقف سياسي آخر. حنا نتكيف كما اللي يسوق السيارة، مرات يعني ينقص من السرعة، مرات يزيد، مرات مش السياسة ماهوش دائما نفس الخط مهما كان حتى تدخل في الحيط. هذا مشكل. وإحنا كنا نقولوا مع في 2020 مثلا ولا 2021 أنه البعض يا للأسف دخلوا يعني في المشاعر هذيك تاع الحماس الثوري، ولكن كانوا رايحين يديوا يعني الحراك إلى طريق مسدود. ولذلك يعني عدد كبير كان ينتقد فينا ويعني ما تقبلش الموقف نتاعنا. ولكن هنا نشوفوا اليوم وين راهي الفائده تاع البلاد، وين الفائده تاع الدوله الجزائريه، وين الفائده تاع المجتمع الجزائري. جلالي كان ولا سمحت في ذلك الوقت في 2020 2021 الانتقادات اللي موجهه لكم اللي كانت تقول باللي انتم اللي كنتوا سباقين ضد النظام بوتفليقه في الاونه الاخيره خاصه، وفي مجموعات خاصه المواطنه وبركات ومن بعد المواطنه، ومن بعد وليتوا دخلتوا في في في, في المسار الانتخابي تاع النظام. رغم انه في الجهه المقابله ما كانش فيه تنازلات، بحيث انه اليوم مثلا انه هامش الحريه والكل يعترف بان فيه مشكل في المجتمع الجزائري. شوف انا حتى كنجوز في القنوات خاصه هنا نقولوا كاين هامش من الحريه، ولكن حتى في القنوات الوطنيه في الاذاعه ولا نقول ونعترف لسنا حتى الان في دوله القانون ولسنا في ديمقراطيه. ولكن الشيء اللي تغير انه ممكن الان نبني هاد دولة القانون ونبني وديمقراطية. لماذا عندما الفرصة تكون سانحة أنا نضيعها؟ يعني ولا الموقف نتاعي هو أنه أنتم السلطة لازم تروحوا كاع، تروحوا في مهما كانت الشروط، ومن بعد نشوفوا واش معناتها. هذه فراغ يعني. كي تريب الدولة وما عندكش الآليات وتبني،
هذا مجتمع فيه 40 مليون ماهوش هذه لعبة. نشوفوا في جمعية برك عندما 10 ولا 15 من ما يتفاهموش يتريب الدنيا كيفاش ندير. دونك حنايا بالواقعية حاولنا مدام السلطة بدأت تغير في الأمور وراح نظام سياسي اللي كان موجود حتى ولا الدولة الجزائرية يعني دائمة، ولكن مدام عندهم نية للحوار احنا قلنا نتحاوروا. انت تلومني واش يعني الناس اللي تنتقد الموقف تاع جيل جديد تلوموني انه تكلمت مع السلطه الجزائريه ما تلومش اللي يتكلم مع السلطات الاجنبيه اللي ربما عندها عداء للجزائر هذاك ما تلوموش وتلومني انا. هل يعني بعنا ما بين طفرين اشياء ولا شرينا اشياء؟ لا، احنا على نفس مشروع المجتمع على نفس البرنامج على نفس يعني الفكرة أساسا. جوستومون في الموضوع، هل لو طرح عليكم مثلا منصب وزاري أو منصب هل تقبلون مثلا؟ لأن الكل يقول باللي أنا ما كنت مقتنع شخصيا يعني بهالأطرح، لكن الكل يقول باللي ربما سي جلالي ممكن دخل في واحد المؤامرة بين قوسين أنه يريد أن يدخل في النظام بطريقة أخرى. هاني أقول لكم اليوم حاجة اللي عمري ما قلتها، مباشرة بعد الانتخابات التشريعية الرئيس نادالي واقترح علي منصب وزاري وقلت له ما نقدرش. اللي هو منصب؟ لا أنا هاني قلت اللي فيه كفاية الان سيد لا انتخاب قلت لك مباشره في جوان 21 في الحكومه اللي كان راح ينصبها اقترح عليا وانا ما تكلمتش وما قلتهاش وما رحتش در دعايه بها. الان فات الامر راه بعيد لان شروط ما كانتش ملائمه فقط كان ممكن جدا ولا واحد من جيل جديد من الإطارات اللي عندها كل كفاءة والنزاهة والإمكانيات ولا واحد ما استفاد من أي منصب كان في أي منصب كان. هذا عيب؟ لا ماهوش عيب. لا أنا هل هذا عيب؟ لا أبدا ماهوش عيب. ممكن أن يكون عندما أنك تكون معارض وأنك بمنصب تتنازل عن هذا الإشكال وين هو أنه إحنا عندما قبلنا بحوار مع رئيس الجمهورية الناس اتهمتنا أنه رانا نبيع يعني مقابل مناصب. هل رفضكم للمنصب الوزاري هو خوف من هؤلاء المعارضين أبداً أن يشتد النقاش ضدكم يعني؟ أبداً. أو لماذا؟ ما هي الأسباب الوقية حتى ترفضون؟ شوف تعرفوا كل التهجمات اللي كانت ضدنا في شبكات ومواقع الاتصال العام وحتى الرأي العام ولا يشوف ربما في جيل جديد بنظرة اللي هي مش الحقيقة تاعنا. في شخصكم ونحن عشنا هذه اللحظات يعني. ولكن تحملت هذه الأشياء ويعني ما استعملت حتى مثل هذا يعني كان ممكن نقول أنا عطاو لي وما حبيتش وكلش، ولكن لأن لازم يلحقوا حد وين الملاحظ والمتتبع والمواطن يعرف الحقائق كما هي. كانت نية أنه الجزائر في موقع خطير جدا وكاين لازم نديروا تنازلات باش البلاد هذه تعاود ترجع للاستقرار، وكانت فرصة لربما نغيروا الأمور. درك سنة من بعد هاي الأمور بدأت تتغير ولكن ما زال هل سيتغير موقف سيد جلالي سفيان تجاه قبوله لمنصب ما دام أن المؤتمر عقد قبل يومين؟ نعم. أكيد ربما أدرجت ضمن قضية جدول الأعمال يعني هذه الأمور لائحة مطولة حول استراتيجية الحزب. أنا قلت السياسة ما هيش يعني موقف ثابت مواقف اللي ما تتغيرش. بالعكس السياسة هي تتغير مع الأحداث. عندما تكون الشروط الملائمة باش تقدر تساهم بالفكرة تاعك ولا بالعمل تاعك ولا لما لا، ولكن لازم تكون هذه الشروط ما تقدرش تروح. أجبني بصراحة، هل تغير أستاذ جلالي سفيان موقف؟ لا خلينا نقول شوف اولا هذا مرتبط برؤيه رئيس الجمهوريه. انا مانيش عارف واش هي الخلاصه تاع رئيس الجمهوريه بعد الاستشاره اللي قام بها مع كل الاحزاب، واش معول يدير يعني واش معول يقدم للمعارضه ولا كانت عنده هذه النيه. انا ما نجمش يعني ندير افتراضات على الفراغ.
وإلا تجي الفرصة نجم نقول لك الموقف نتاعنا مش محدد اليوم. ناقشتموه في المؤتمر؟ لا ما ناقشناش هذا الجانب. حدث عندما يعرف عندما ولا كانت يتم استدعاء الجمعية مطارئة يعني. لا بطبيعة الحال لأن عندك مؤسسة داخل الحزب مجلس سياسي مجلس الوطني إلى آخره. في بلاد عادية في نظام عادي دخول الحكومة هو هي خطوة سياسية فيها شروط ماشي بالشخص نتاع واحد كوا يدخل لانه على الشروط ما هي شروط سي با اون فردون بلوا ماشي عرض. ربما اظن انه والله اعلم يعني هذا هو لانه تاسيسكم لحزب مع مختلف زملائكم المناضلين هو انه الوصول الى السلطة عبر الاستحقاقات الانتخابية. اظن انه الدكتور جلالي صوفيان ربما مقامه ربما في الانتخابات الرئاسية مستقبلا ولما لا؟ لأن الحزب الآن أصبح يتهيكل وأصبح يعني ينتشر عبر الولايات يعني هذا الطموح والطموح مشروع. يعني هل الدكتور جلالي صوفيان له يعني الطموح من خلال يعني الحزب إذا زكاك أنك تتقدم الانتخابات الرئاسية القادمة؟ كما قلت أنت عندما تأسس حزب يعني تحب توصل إلى مركز القرار هذا واضح وإلا دير جمعية ثقافية ولا حاجة هذاك شيء آخر. الآن باش توصل إلى مركز السلطة مهما كان المستوى تاعها لازم الشروط المقابلة وهي شروط سياسية مش شروط تاعنا واش تعطي لي باش أنا نستفاد ولا لازم نخرجوا من هذا التفكير لأن الجزائري والفو أنه الناس هنالك الطمع والكوطة اللي يمشي ويا للأسف الناس اللي كانت تستفاد من الكوطة تصبح هي اللي تنتقد في عمل سياسي. ما هي شروطكم سيد؟ شروط هي سياسية مثلا ما هي الشروط؟ ماذا ينقص؟ ما تنجم شوف مثلا لازم الاتجاه العام أولا لحكومة هل مش الضمان هل تروح مثلا لتبني اقتصاد على أي أساس؟ هل تفتح المجال الإعلامي وتخلي الحوار الجاد؟ هل حابين نبني حقيقة دولة القانون والديمقراطية وإلا تلاعبات فقط؟ أنا لازم نفهم لازم نشوف لازم البرنامج وبعض ما عنديش معطيات سجل سفيان المعطيات قد تغيب عنا ولكن التوجه العام ما كنتش تشوف بأنه هذا حاضر يعني جابين إلى هذا الأمر إيجابي. لأن احنا رانا نتعامل ورانا في الحوار وما راناش يعني في موقف لرفض تماما ولكن من حقنا نشوف الأمور باش نمشي ودرك في بعض الأحيان تاخذ مخاطر يا دي ريسك اللي تاخذهم انت تقيم اسكم حزب ثاني رقم في المعادله الان بحكم انه يعني الباب مفتوح استقبل الرئيس استقبلكم الرئيس عده مرات التفكير احيانا مع زوانا ما اتفقش في بعض الاشياء لانني واقعي احنا ماشي واقعي سمحني لان اسمع الادلاء برايي عنده ضوابط مش فقط انني نحب ندلي رايي صح لازم تكون فيه شروط لازم تكون فيه تقرير كاينين الناس يقولك مثلا افتح لي وهو لما تفتح له ما يجيكش لربما لانه سجل يعني هذاك الموقع يخدمه صحيح كذلك النيه اسمح بي تدخل بكاش لا لا وضح انا فهمت المقصود تاعو انايا فهمت هناك كاين طيارات سياسيه تفتح لها ما تجيش هناك واحد ولا زوج لكن الجو العام مغلق لازم نعترف به هذا ولكن لا علي ولكن هناك يعني هناك اسمع الساحه السياسيه اليوم الساحه السياسيه هناك قصه واحده في الساحه نو كونت اون بار ميم كونت اون بار لا بريس سي با دو جورنو ولا ترو جورنو كي سون لو شونتر دو لا ديموكراسي اونكور فوتيل على الانتيريور اينا درك حنا باسكو لا باسكو يفو اوسي كيما نقولوا حنا توت ريلاتيف ميم سوكي يعني بريتوند اتر لي فيريتابل ديموكرات مي على الانتيريور ميم امور نسبيه انا واش قصدي او فا با فوكاليزي سور سا يعني دائما نخرجوا هذا الورق اليوم كيفاش نبني البلاد ونمشي c'est ça le fondamental parce que il y a une inertie راهي فيه جمود درك انا كنبقينا في هذه لي كيستيون ا شاك فوا اون راسازي يعني اللي ما بيسكالسون با امبورطون كون لي زيلود كون بار دي سونسيال يا مال
كيفاش كاين معضله، كاين مشكل في المخيال العام انه رجل سياسي كان مثلا في المعارضه عندما تتاح له الفرصه باش يقدر يمارس الحكم السلطه يصبح في المخيال العام كانه راه ضد الشعب لان مال. المشكل وين هو؟ انه عندما مجتمع الكل يمنع للنخبه اللي عندها الامكانيات يمنحها الوصول الى السلطه، ما نقولوا ما تشكيوش غدوه كي عندكم غير رداءة. انت الانسان اللي قادر تمنعه لان لو كان يتقرب تولي تنتقده ومن بعد تقول باللي السلطه تاعنا مش مليحه. ايه السلطه مادام تخلي تايا المكان شاغر يجي واحد اخر ياخذ المكان. فلازم بعض الاشياء لازم تقال للمواطن، لازم نفهموا المواطن الجزائري. انت يا جزائري مادام راك في مجتمع اللي راه في طريق البناء ما ترفضش الناس اللي تبني، ما تروحش الى الانتقاد. الجلالي ما حانش الوقت نعم اننا نتكلموا على عقد فيه حد ادنى. نعم فيه حد ادنى ليضمن يعني وجود كل التيارات، ولكن صحيح ان كونترا قال اخويا لان مستحيل اننا نبقى على هذا المنوال. مستحيل قضيه اللقاء الشامل للاحزاب. نعم. عندكم فكره عليها؟ لا ما عندناش فكره. احنا سمعنا رئيس الجمهوريه تكلمها ومع الجاليه في تركيا، قلت ممكن 5 جويليه تحديد. لا هو تكلم على لقاء وطني، احنا ما عندناش معلومه. والا كان لقاء رحب به، لان والا كل الاحزاب السياسيه تقبل ان تتكلم هذا شيء ايجابي. احنا ننتظر ربما الخلاصه النهائيه ما تاع رئيس من شعر. سؤال اخر يعني. هل ما فكرتوش انكم تروحوا الى اقطاب؟ الى اقطاب اليوم هذا عدد هائل من صحيح. من الاحزاب صحيح يعني والله يعني برهن على الحدوديه نتاعه. يعني هل ما حاش الوقت ان الطبقه السياسيه انها تفكر في 3-4 اقطاب مثلا؟ هي صحيح. شوف ولكن في البدايه دائما كي تبدا الممارسه الديمقراطيه كل واحد يشوف باللي عنده البرنامج تاعه، عنده مشروعه، عنده طموحه الى اخره. ولكن مع الوقت نتاقلم مع الواقع. الان ما تقدرش تتسير ديمقراطيه ب 50 حزب، هذا غير ممكن. لازم العدد يتقلص، ولكن بطريقه طبيعيه نظن انه عدد كبير من الاحزاب راح تقدر تجتمع، تقدر تخلق يعني كتل انتخابيه. وكانت لنا محاوله، ونقول لك انا اجهضت هذه المحاوله في المحليات من طرف اللجنه الوطنيه المستقله. احنا باش نعطيك يعني بعض التفاصيل، كان مع حزبين اخرين كنا راح نديروا تكتل، ولكن في البدايه مثلا قلنا ما نديروش في كل الدوائر الانتخابيه لان يصعب. انت عندك قاعده في بعض الاحيان كاين الاخوان اللي قلنا تحالفات نسبيه رفضوا يعني رفضوا. قال لك تحالفوا في كل مقاطعه كلها والا ما كانش غير ممكن. القانون يقول هذا ما يقولش القانون، ولكن العلاقه مع السلطه اصبحت صعبه في المحليات. احنا قلنا معليش تجاوزنا هذا الامر، ولكن هذا يطرح في المستقبل. انا نحب نتحالف معك في ولايه وكل واحد يقعد حر في ولايه اخرى، هذا كان ممكن في السابق. لازم يعود اسمح لي اعود بك الى قضيه الحكومه. نعم. سؤال واضح يعني. نعم. فيها ربما تغيير او تعديل حكومي في قادم الايام او الاسابيع، اذا طلب منكم المشاركه هل ستشاركون؟ اريد اجابه واضحه. لا ما عنديش جواب تماما. اولا حتى لو كان عندي مش من حقنا نتكلموا هذا الجواب. ولا رئيس الجمهوريه يوصل باش يطلب من بعض الاحزاب السياسيه مشاركه، لازم هو اللي يسمع الاجابه، مش ما تقولهاش يعني. الوضع الاقتصادي في البلاد سيد جلال السفيان تكلم على سنه اقتصاديه بامتياز. نعم. اليوم تم المصادقه على قانون الاستثمار. نعم. نعم بالاغلبيه. كيف ترى الوضع؟ نعم. ولكن كاين مشكل، كاين بعض الاجراءات نقولوها يعني اجراءات في بعض الميادين اللي ربما ما شرعتش. تفضل سيجي. لا شوف احنا كل الكلام حول السياسة والتنظيم المؤسساتي والدستور إلى آخره لماذا؟ هو أنه نخلق قواعد
لتسير العلاقات ما بين الأفراد تاع المجتمع، وخاصة تخلق توازن في المصالح ما بين كل الجزائريين. وش هي المصالح؟ عندك واحد عنده أموال يحب يستثمر باش يزيد يتقوى، واحد يحب الفكرة تاعو يدخل في تنظيم تاع كيفاش نقولوا لي فونكسيونير، يعني الوظيف العمومي، ولا كل واحد يختار كيفاش برك ننظم هذه الوسائل باش يقعد توازن داخل المجتمع، مش فئه تتحكم كل الوسائل وتهرب لنا بالبلاد كما حاولوا في قبل 2019. دونك هذا هو لازم القانون الاستثمارات الان يفتح المجال باش نخلقوا طلعتهم عليه لانه في خرج يعني خرج باش ناخذوا يعني نقويوا الاقتصاد تاعنا، نخلقوا مناصب شغل، نخلقوا الثروه، نبداو ننتجوا، يعني بلادنا ما تنتج ورانا نشوفوا ولا باش نروحوا يعني نتكلموا حتى على واش ما راه يصرى في العالم. هاو نشوفوا تداعيات الحرب في اوكرانيا مثلا ولا من قبل جائحه كورونا، اللي ما كانش عنده صناعه ومش قادر يقاوم هاد المشاكل هاو يسقط، والعالم يولي ما يرحمش الضعيف. وشكون هو الضعيف؟ اللي ما عندوش الانتاج وما يتحكمش في الوسائل التكنولوجيه وما يقدرش يعني يخلق الرفاهيه الاساسيه للشعب. المواطن يقدر ديما يجري مور الماء ويجري مور السكن ويجري مور الشغل وحالته يعني يرثى لها. ما نقدروش نعيشوا هكذا، لازم نبنيو دولة تكون قوية حقيقة وفي نفس الوقت متضامنة، وهذا اللي كان شعار يعني المؤتمر تاعنا، لجزائر قوية ومتضامنة، لأن يمشيوا مع بعض، كل شيء يمشي مع بعض. فحان الوقت الآن الناس الجزائريين اللي عندهم أموال يستثمروها وما يخافوش، لازم يكون احترام، يكون في جو عام، ولازم الإدارة تانيك تتعامل الآن بعقلانية مع الناس، يحبسوا ما يجري مورا وحيد هنا البيروقراطية أصبحت مثلا يعني رئيس الجمهورية قال ما تكثروش الضرائب مثلا، نعم قالها فعلا، ولكن احيانا نشوفه يعني العكس، يعني بصراحه لان الضرائب هذه شوف راهي تتركز على فئه برك من المجتمع اللي يخدم يعني بالقانون تصيبه وهو طايح عليه يخلص 60 70% في النهايه، يعني كي يحسب سيدي خدم صباح الليل ومن بعد تنحيلو كلش وقدامه في الانفورمال يدير واش يحب وما كاش، هذا خلاص نخرج من هذا. سعد اخر سؤال في الشق الاقتصادي اجل. والله انا الشيء اللي لاحظت انه حزبكم فيه ما يسمى بالمجلس العلمي في عده تخصصات الى اخره، هل انه الحزب عنده الان وثيقه او حاجه يعني برنامج خاصه في الشق الاقتصادي ليقدموا كحلول في المرحله هذه الراهنه؟ نعم موجود. شوف احنا في كيسنا الحزب درنا مباشره، انت تعرف كيفاش الاحزاب بتصير، عندنا مجلس سياسي على المستوى يعني الوطني و أمانة لتسير أمور الحزب، ولكن موازين عندنا مجلس علمي اللي متكون من 20 لجنة اليوم، وكل لجنة في المتخصص بالميدان تاعو، ودرنا اقتراحات والبرنامج السياسي تاعنا يعني راه تقدر تروح ليه في الموقع الإلكتروني تاع جيل جديد .org وتقرا يعني المشروع ولا البرنامج. هذا مهم جدا أن نجيبوا كل الجامعيين والمتخصصين والى اخره باش يناقشوا ويحاوروا المشاكل في مثلا الطاقه المتجدده، في العلاقات الدوليه، في مشاكل الجامعه الى اخره. هنا رانا نكونوا في نخبه تاع الناس اللي غدوه قادرين يقترحوا، والكتابات موجوده راهم يعني في الموقع. سي جلس في اسمح لي ان نختم بالوضع الدولي في يعني الاقليمي نتكلم خاصه يعني وجيراننا ما يحدث في تونس وما يحدث ايضا في المملكه المغربيه، مقتل 23 افريقي على يد قوات الامن، وفي تونس ايضا حديث فيه بعض الخطوات للتطبيع، هناك حديث الان جدي ورسمي يعني وليس على الجهه الرسميه، اتكلم على الجهه على الاقل على المستوى الإعلامي. كيف ترون الوضع أستاذ؟ شوف احنا في التحليل تاعنا لو كان تعزل كل بلد وتشوف يعني المشاكل اللي يعيشها، هذه منهج مش كيتش يخرجنا الى فهم ما يجري. الواقع الحقيقة هي انه العالم ككل راه في تنافس كبير ما بين فكرتين اساسيتين، فكرة
ليدعموها الولايات المتحدة والغرب عموما مع اليابان وأستراليا. يعني هذا باش تشوف الكرة الأرضية هادو حابين يفرضوا العولمة الموحدة والموحدة لتعطي نوع من كل السلطات في العالم إلى أرستقراطية لتتحكم في العالم. هذه فكرة المونديالزم، مش لا مونديالزاسيون. كاين العولمة يعني التبادل الاقتصادي والمالي إلى آخره، هذه لا مونديالزاسيون هي رايحين لها حتميا نوعا ما يعني. ولكن المشكل هو أنه بعد إيديولوجي للتحكم في العالم أمام يعني أنفاس أمام هذه الفكرة. هناك فكرة عالم يتنظم على عدد من الأقطاب، الأقطاب التعددية، تعددية الأقطاب. وهنا تعود تصيب يعني إشكال برانا عايشين في أوكرانيا، لأن روسيا والصين والهند البرازيل إلى آخره هادو عندهم نظرة أخرى، لأن يرفضوا التنازل على الهوية تاعهم والثقافة تاعهم والديانات إلى آخره. ففي ظل هذا الصراع، نعم راح نكمل، في ظل هذا الصراع الامتداد تاعو يلحق لك للمغرب والجزائر وتونس وإسرائيل إلى آخره، لأن إسرائيل لعب كبير في الدور هذا تاع العولمة. حنا علينا باش مش قال لي ان مشكل مع خاوتنا في المغرب، نعرفوا شعبين عندهم علاقه اخوه، ولكن ما تقدرش تعالج المشكل تاع الموقع الجزائر اللي تبحث على السياده تاعها من خلال برك شعور تاع اخويه، لان يسقطوك يعني في مأزق اللي ما تقدرش تخرج منه من بعد. هذه المحاولات راه تعيشها في تونس والمغرب ولبنان مثلا. لبنان راهم في حاله كارثيه، وباش تعرف يعني باش نخدم بهذه، هنالك عدد من البؤر تاع التوتر في العالم، منها في الشرق الاوسط لبنان وسوريا، منها حتى في شمال افريقيا والحمد لله لحد الان يعني مازالها محدوده، تصيبها في اوروبا في شمال اوروبا، تصيبها في الصين مع تايوان الى اخره. وممكن جدا انه العالم يدخل في حاله توتر كبير جدا، نوع من حرب عالمية رانا عايشينها يعني، لان منوحة لان حرب عدد من هاجينا ابريد لان عندك بالوكالة يعني مش بالوكالة فقط طيب. لان كاين حرب في الميدان، ولكن كاين حرب في الاقتصاد وفي المنظومة المصرفية وفي الى اخره، هذا يعني طيب. متعدد الجوانب. شكرا جزيلا لك سيد جلال الشيخ، شكرا. اسمح لي الوقت نعم تقريبا تجاوزنا الوقت دقيقتين يعني. شكرا جزيلا لك استاذ جلال السفيان على قبولك النقاش مع عائله بوليتيك. ودائما نفتح يعني ندعو الجميع يعني بدون استثناء واقصاء للمجيء هنا في البلاطو والحديث والتعبير عن الاراء. شكرا جزيلا لك استاذ جلال السفيان، وسعيد يرزي مرحبا بك ايضا. وايضا عبد الوهاب جركون شكرا لك، وعلي بخلاف شكرا جزيلا لك. نلتقي مشاهدينا يوم السبت القادم ان شاء الله، الى اللقاء.